أخذني على المستشفى شكلي رح أولد. أحمد. نعم. أحمد مش قادر، شكله عن جد رح أولد. أي إيش فيها للصبح؟ ويعني كيف بدي أطلعك هلا بنص الليل؟ خذني هلا. بعينك الله، استحملي لك شوي، واحنا مستعجلين على البنت الخامسة. خير دكتور، شو صار؟ خير إن شاء الله خير. تأخركم بالمجيء للمستشفى أثر على صحة الأم والمولود. الحمد لله قدرنا ننقذ الأم، بس ما قدرنا ننقذ المولود. الله يعوضكم بخيره. تعيش تعيش دكتور، معلش ما هي إلها أربع خوات. إلها أربع خوات، بس المولود كان ولد. ولد؟ أيوة ولد. شو بتحكي دكتور؟ عن جد بتحكي ولد؟ أكيد. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار. مع تحيات جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية بتمويل من برنامج تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.